نقلت صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية عن كبار المسؤولين العسكريين في إسرائيل قولهم إن إسرائيل تواجه نقصا حادا في الصواريخ الاعتراضية. وقالت المسؤولة السابقة في شؤون الشرق الأوسط في وزارة الدفاع الأمريكية دانا سترول، قالت إن مشكلة الذخائر الإسرائيلية خطيرة، مشيرة إلى أنه إذا ردت إيران على هجوم إسرائيلي وانضم حزب الله أيضا، فإن الدفاع الجوي الإسرائيلي سوف يستهدف. ووفقا للمسؤولين التنفيذيين في الصناعة والعسكريين السابقين والمعلقين، تعتمد إسرائيل على المساعدات من الولايات المتحدة لسد الفجوات في نظام الدفاع الذي أصبح أكثر أهمية من أي وقت مضى في مواجهة التصعيد الإقليمي.